الله سبحانه وتعالى رح يقلب الموازين كلها وراح يرتب أحداث الكون كله من أجل دعوتك. بس عليك أنك أنت ما تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رح يقلب الموازين كلها وراح يرتب أحداث الكون كله من أجل دعوتك. بس عليك أنك أنت ما تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى.